أنا الناجي الوحيد في هذا المكان. ليش أنا كمان استشهدت معه؟ وليش أنا الناجي الوحيد؟ تخيل إنه هذا السؤال من طفل صغير. طفل صغير بيتمنى الموت بعد ما عرف إنه هو الناجي الوحيد من إجرام الاحتلال، الناجي الوحيد بعد ما فقد كل عائلته. استشهد أمي وأبوي وأختي الصغيرة وأختي وأختي الأكبر من صغيرة بسنة وأخوي وأختي الكبيرة أصغر مني بسنتين مفقودة لأشياء. هذا مش الطفل الوحيد في غزة، آلاف الأطفال والأشخاص بيعانوا من عقدة الناجي الوحيد بسبب حرب الإبادة في غزة. آلاف الأشخاص فقدوا كل إشي بحياتهم، فقدوا الأب والأم، الأخ والابن، وبتمنوا إنهم يكونوا شهداء مع أحبابهم اللي تسجلوا ضمن العائلات اللي مسحت بأكملها من السجل المدني، واللي وصل عددها أكثر من 500 أسرة حسب رئيس لجنة التوثيق بالدفاع المدني في غزة. لما تمشي بغزة راح تسمع شهادات صادمة، شهادات لأشخاص قالوا يا ريت نموت معهم. شو بتتوقع شعور طفل أو طفلة ماتوا عائلاتهم؟ شو ضل معنى للحياة بالنسبة لهم؟ إيش أكثر إشي بتفكر فيه؟ الموت. تشعر إنه هذا الطفل حاسس بالذنب فقط لبقائه على قيد الحياة. لكل شخص في غزة قصة ما بيتمنى حد يكون بطلها، ولسان حاله بيقول إلى متى؟ إلى متى رح يستمر صمت العالم عن هاي المجازر؟ متى رح ينتهي هذا الكابوس اللي بيعيشه الصغير قبل الكبير في غزة؟